بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى قوله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. وسياق الآيات هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في سياق ذكر غزوة أحد وما جرى فيها، لينبه سبحانه وتعالى على أسباب النصر، وهي أن يكون المؤمنون متصفين بما ذكره الله في هذه الآيات من فعل أوامره وترك نواهيه، فإن هذا هو سبب النصر بإذن الله. ذكر سبحانه وتعالى النهي عن أكل الربا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ولأنه يغذي تغذية خبيثة، وهكذا كل أنواع الحرام فإنها تغذي تغذية خبيثة وتنمي الجسم على الخبث، فلا يستجاب لآكل الحرام، لا يستجاب له دعاء، ولا ينصر في جهاده مع عدوه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الربا من أقبح المحرمات، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا معناه الزيادة في أموال خاصة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك ربا النسيئة، لأن الربا قسمان: ربا فضل وهو الزيادة في أشياء مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ويلحق بها ما يشاركها في العلة كما ذكر أهل العلم تفاصيل ذلك. والنوع الثاني ربا النسيئة أي التأجيل، وهو ربا الجاهلية، كأن يبيع عملة نقدية بعملة نقدية مؤجلة، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، هذا ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية.
ويزداد الأمر خطورة وشناعة إذا تضاعف الربا في ذمة المدين، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل ولو لم يكن بيع عملة بعملة، إذا حل الأجل الذي في ذمة المدين قالوا له إما أن تسدد وإما أن تربي، فيزيدون عليه المبلغ ويؤخرون عليه الأجل. هذا هو ربا الجاهلية. وإذا حل مرة ثانية زادوا عليه المبلغ، وإذا حل مرة ثالثة زادوا عليه، وهكذا ولو كان معسرا لا يستطيع التسديد، فيزيدون في الدين وتتراكم الزيادات في ذمة المعسر من غير أن يحصل منها على فائدة، من غير أن يحصل منها على فائدة ولا على عوض. والله جل وعلا حرم هذا، وقال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر يمهل حتى يستطيع التسديد من غير زيادة، وأما إذا زيد عليه الدين فإن هذا يزيده سوءا ويكون الربا أضعافا مضاعفة. وذكر الله ذلك من باب التشنيع، وإلا فالربا حرام ولو لم يكن أضعافا مضاعفة، ولكن هذا أشد تحريما وأشد شناعة، أن تتراكم الزيادات في ذمة المعسر المدين من غير أن يحصل على فائدة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم قال جل وعلا: اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بترك هذا الحرام، فإن تقوى الله تقتضي أن يبتعد المسلم عن هذه المعاملة الخبيثة المرهقة للفقراء والمعسرين، لعلكم ترحمون. تقوى الله سبب للرحمة. اتقوا الله في الضعفاء والمساكين، لا ترهقوهم بالديون المضاعفة الربوية، ارحموهم يرحمكم الله. فإما أن تسامحوهم وإما وتسقطوا عنهم الدين نظرا لعجزهم، وإما أن تمهلوهم إلى ميسر. ولهذا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا رحم العباد بعضهم بعضا رحمهم الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنا يقول: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وما يدخل في ذلك رحمة المعسرين وعدم إثقالهم بالمضاعفات الربوية، وقد عجزوا عن تسديد الأصل، فكيف يزاد عليهم زيادات أخرى وهم عاجزون عن تسديد الأصل؟ هذا مما يدل على نزع الرحمة من قلوب هؤلاء الدائنين، نسأل الله العافية. ثم قال: واتقوا النار. أمر بتقواه سبحانه وتعالى اتقاء غضبه، وثم قال: واتقوا النار، أي اعملوا ما يقيكم من ورود جهنم، وذلك بترك هذا الحرام وترك الربا وغيره، لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
هذا، وإلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.